السلام عليكم، معكم إلهام أولياس، رئيسة جمعية إلهام ثقافة والأعمال الاجتماعية. اليوم كانت عندنا ندوة في مناسبة اليوم العالمي للأستاذ، ندوة فكرية، ولقد أطر هذه الندوة كل من أستاذ الوادي، أستاذ مصطفى النصيري، أستاذ سعاد نظمي، أستاذ محمد مشكور، وتحت شعار قيمة المدرس ما بين الاعتبار والانديتا. والحمد لله هذه أجواء جدا جميلة. استغلال هذه الندوة برامج ترفيهية بالنسبة للأطفال الصغار وأناشيد وتوزيع شواهد تقديرية وكذلك بعض الهدايا. وكنشكروا جدا الحضور الكريم اللي شرفونا من أساتذة ومدراء المدارس وممثلي جمعية الآباء بالمغرب. شكرا جزيلا. وي استاذه عائشه برهان، استاذه بالصف الابتدائي، جيت شاركت في هذه الندوه كمقدمه وكمنشطه لهذه الندوه. الحمد لله الندوه مرت في اجواء جد شاخده، وكنشكر هذه الجمعيات اللي داروا هذه الالتفاته للاستاذ في هذا اليوم العالمي ليه، اللي هو حقا ما خصوش يكون غير يوم، خاصها الالتفاته تكون التفاته دائمه ومستمره حتى يأخذ الأستاذ حقه، وحتى تتحسن وضعيته، وبالتحسين وضعية الأستاذ كي تحسن كذلك تتحسن وضعية المجتمع، لأن يقال بأن الأستاذ ضمير والتلميذ أمانة، وإذا ضاع الضمير ضاعت الأمانة. نعم، إذا كان عنوان الندوة ديالنا أو الشعار الندوة ديالنا هو الأستاذ بين الاعتبار والاندثار، يعني شكون اللي غادي يرد الاعتبار هذا الاستاذ، وشكون كان السبب في الاندثار. اذا جينا نبحثوا في الاسباب ديال الاندثار فهي اسباب متعدده جدا، وهناك ايادي خفيه جدا اللي ساهمت في هذا الاندثار، بما فيه دوله، بما فيه مجتمع، بما فيه اقتصاد، بما فيه سياسه، بما فيه اجتماع، بما فيه اسره. يعني هناك خليط، وخليط جد جد متجانس اللي ساهم في اندثار هذه القيمه، القيمه اللي كان كيحظى بها الاستاذ من قديم. شكرا. نور علاوي، مديره تربويه في مؤسسه خاصه. شاركت في الندوه فيما يخص تعريف الاستاذ، مهنه الاستاذ، وكذلك تطور هذه المهنه بين القديم والحديث. هذا هو اللي كان تدخل ديالي. بغينا ان الاستاذ نعرفوا بحال واش بحال هذه الندوات، وهذا اليوم اللي داروا العالمي للمدرس اللي داروا اول مره داروه في هذاك، واش يقدر يرد الاعتبار الاستاذ؟ لا اظن، يعني اننا نحتفل باليوم العالمي للاستاذ حقا انها كتكون وقفه، يعني تكون وقفه نسترجعوا فيها مع التطورات التي تمت في ميدان التعليم، وكذلك نتحدث عن دور الاستاذ وعن الافاق والتطلعات. ولكن في نظري الاحتفال باليوم العالمي للاستاذ ليس كافيا لاسترجاع المكانه ديالو، بل يجب ان تكون هناك اراده سياسيه، خاصه فيما يخص كل ما هو اجتماعي بالنسبه للاستاذ، ورد الاعتبار لا من الناحيه الماديه ولا من الناحيه المعنويه. وكذلك الشيء المهم والاهم في نظري الا وهو تكوين على ما اظن في هذه العلاقه بين المدرسه والتلميذ، المدرسه وخاصه الاباء تكون اكثر تعقيدا في المدرسه الخاصه، لان الاب يعتبر نفسه انه زبون وينسى ان المدرسه جعلت للتربيه وللتعليم، وليس جبونا في مطعم فيكون هذيك اللي تنقولوا بالفرنسيه كليون ايغوا. هنا بالنسبه للمدرسه يعني يجب ان يطلب فيها الاب النهوض بالمستوى ديال التلاميذ، وليس التعامل معهم على انهم امراء، على انهم امراء او انهم ملوك. وكاينين واش كاين شي تصرفات من بعض المعلمين تدفع حتى التلاميذ
خصوصا في المراحل، ماشي المراحل الابتدائيه، اما المراحل الثانويه هذا باش يقدروا يضربوا مع الاستاذ وي... نعم. انا كنت انا في الاول قلت لك ان التكوين عندما يكون الاستاذ ملم بنفسيه الطفل ونفسيه المراهق ويكون عنده جميع الادوات التي يجب ان يسخرها لخدمه هذا المتعلم لن تكون هناك مشاكل. شكرا. عندنا مشكل التكوين. شكرا استاذ. عفوا. السلام عليكم، انا نطاف ملكه رئيسه الجمعيه للتنميه الشعبيه. حنايا نظمنا حنايا هذا الندوه انا واحد الجمعيات اخرى، جمعيه رباعي وجمعيه إلهام للثقافة والفن، وقلنا باش اتفقنا باش نديرو هاد الندوة هادي ديال الأستاذ باش نعرفو بالأستاذ ويكون الاحترام ما بين الأستاذ والتلميذ ويكون واحد الحب ما بين الأستاذ والتلميذ. حنا ما بغيناش يزيد التدهور اللي كنشوفو ديال ما بين الأستاذ والتلميذ، وحنا تجمعنا هاد الجمعيات الثلاثة باش نديرو هاد الندوة هادي، وتبارك الله داز بنجاح وداز كل شيء مزيان والحمد لله والشكر لله. لا كما شفنا بان واحد الندوه ذات فائده استفدت فيها كاع على التلميذ لا للناس الحضور. واش هادو بغينا نعرفوا واش هاد الندوات تديروا مع وقت ما قالها لكم راسكم ولا يكون واحد التتبع؟ حنا ما كرهناش يكون واحد التتبع، ماشي غير من طرفنا حنا، من طرف جميع الجمعيات ومن طرف جميع المجتمع المدني. احنا بغينا كل شهر، ما كرهتش كل شهر يكونوا ندوات باش يتحبب الاستاذ في التلميذ والتلميذ يتحبب في الاستاذ، وبغينا ان شاء الله هاد الدراري هادو هاد التلاميذ يكونوا مصاحبين مع الاستاذ ويكون اجتهاد مع الاستاذ. دابا انتم خطوا على العتق ديالكم هذه الندوه الاولى، واش تتابعوا عاوتاني ندوات اخرين لما مشاوش للمجتمع لجمعيه المجتمع المدني في نفس السياق؟ لا ان شاء الله ضروري ضروري، ما كرهتش انا لك كما قلت كل شهر تكون ندوه، لا من طرفنا حنا الجمعيات ولا من طرف الابوين ولا من طرف الدوله ولا من طرف وزاره التعليم، هادشي كله ما كرهناش حنا كل شهر كل راس شهر يديروا هاد الندوات. شكرا شكرا.